مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم ونهاركم مبروك. احنا اليوم في جولة لمنطقة لساسفة، منطقة لساسفة اللي كتنتمي لمدينة الدار البيضاء، الخطافة هما قدامكم الكيران. الكيران مازال خدامين، لا تعرفش بس لا تشريف و شوفوا البنية التحتية والفوضى اللي كاينة في منطقة لساسفة. الكيران هما واقفين، يعني محطات ولاد زيان مغلقة، الكيران خدامين يعني أمام الملأ. شوفوا الواد الحار في المنطقة ديال لساسفة فين واصل. شوف 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 هادي منطقة لساسفة، الناس كتعاني، معرفتش انا كيفاش غادي ندوز هنا بالموطور ديالي، ولكن شوفوا الشركات، كنتكلمو الشركات الكبرى ديال السيارات اللي متواجده في هاد النقطة ديال البيع. اشريف اشريف انت مالك اصاحبي وكسرتو هذا خطاف ساهو. شوف اذا الخطاف هنا راه متواجدين وقدام كلشي، قدام السلطات المحلية وقدام رجال الامن، عادي عنده يدوز بهذا الشكل ويدوز سانتيردي. هادي هي لساسفة، شوفوا الحال ديالها. هادشي راه سنين وسنين وما بغاوش يخدموه. انا كنتكلم ملي كنقول سنين راه واحد 8 سنين 7 سنين ولساسفة كتعاني من هاد الشكل، من هاد الفوضى ومن هاد شوفوا الشركات الكبرى اللي كاينين ديال السيارات. سير الطاكسي دابا غادي يدوز بلا ما غيحتار من الناس لا والو. شوف شوف الفضولي
الحفار اللي كاينين هنايا. جا الفيضان الاول، جا الفيضان الثاني، جات الرويده الكحله في هذه المنطقه كنقول 7 سنين 8 سنين، وحلفوا اللي بغاو يخدموا هذا الشارع هذا اللي هو الشارع او مدخل رئيسي لمدينه الدار البيضاء. شوفوا الشركات الكبرى ديال السيارات اللي جاوا باش يستثمروا ويديروا الشوروم ديالهم هنا في المنطقه ديال الاساسفة. شوفوا فين ولاو خدامين الناس كيشتكيو للموظفين او الطاكسي. وحل شوف 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 وحل 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 ناس سير اخويا سير الطاكسي وحل. بارطاجي عافاك. طاكسي وحل يعني شوفوا الفوضى اللي كاينه. شوف 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 ناري ناري انا ما عرفتش هاد المسؤولين واش كيدوزوا بالسيارات ديالهم هنا ولا لا، ولا ما يقدروش يدوزوا. يعني مشكل ما مفهومش في المنطقه ديال الاساسفة اللي كتنتمي لمدينه الدار البيضاء امام انظر المسؤولين امام انظار المسؤولين عفوا 8 سنين او 7 سنين او الطاكسي تاع الثاني او دوحل. اللي كاين الشركات كبرى ديال السيارات في هذه المنطقه كاينين حي صناعي على حقوق، ولكن هذا هو الواقع. يعني حتى حاجه ما بغات تقدم في هذه المنطقه. الخطافة موجودين يعني انترديديز عادي جدا الكيران دايرين فوضى هنايا. الشارع محبوس بالماء يعني كيدوزوا بدون احترام للمواطنين للسيارات، يعني بهذاك الماء اللي طايح اللي دايز ولا ديال الواد الحار كلشي كيدفعوه على الناس. شوفوا الناس كيفاش كدوز. السيارة الثانية وقفت تاهي. والكل مازال كيتذكر ان ايام قليلة في مدينة الدار البيضاء، ان الحافلات ديال النقل اللي كيجيو للشوارع ديال مدينة الدار البيضاء. فيلا قالوا بسم الله وحل واحد الطوبيس في هذه المنطقة. والصورة الدولة على واحد نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني السؤال المطروح علاش ما بغاوش يخدموا منطقة الاساسفة ويخدموا هذا الشارع. السيارة الثانية وحلات تاهي. الله 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 إذا الخسائر شكون اللي غادي يتحملها ديال هاد السيارات.
كنطلب من الناس اللي كيشاهدوا المباشر انهم يبارطاجيوه باش نتعاونوا مع الاخوان المواطنين ديال الساكنه ديال منطقه الاستسفه وكل من هو ساكن في مدينه الدار البيضاء، لان بكم باش كنقدروا اننا نضغطوا على المسؤولين. قلنا بان هذا الشارع المشكل فيه قديم كيتجاوز هاد الايام، ربما كنقول 7 سنوات او 8 سنوات لا اناره لا طريق، كانت كلها محفره ملي كتصب الشا. يعني شوفوا الفضيحه اللي كاينه. هذا الشارع ماشي يلاه بدينا في هاد الفوضى. هاد الفوضى قديمه عدى 8 سنين او 7 سنين ما قدروش يصوبوا هاد الشارع. علاش؟ الله اعلم. والمع العلم ان هنا كاين حي صناعي، كاين شركات لي جوب. يلاه اكاميو اخر سوا وحل جاو باش يستثمروا. كاين الاودي، كاين المرسيدس، كاين الداسيا، كاين شركات كبيره. يلا هرسه شي ديالك سير. شوفوا الحلول الترقيعية ديال شركة ليديك، يعني جايين باش يجروا داك الماء اللي كاين وغادي يمشيو. ملي غتصب شتا ثاني غادي نبقاو في نفس المشكل، نفس الشوها اللي كتعاني منها منطقة الاستسفة. شوفوا السيارات ملي كيدوزو. دابا انا مثلا رجل كبير ولا مرا كبيره، ملي غادي ندوز السلام نان علاش شكون دراري نان شكون هما الدراري خدامين؟ فاش خدامين هذوك؟ ونسولك انت علاش سولتيني؟ كنصور فيهم. اذا واقف حداهم تخدم مع ليديك هو تكمل الطريق ديالك. بقى واقف، مرحبا بك معايا. كنتي خدام مع ليديك مرحبا، ما كنتيش خدام مع ليديك سرح طريق الناس. الله السيارة الثانية وحلات. واحد جا دابا كيقول لك خويا اش كتصور تما؟ قلت ليه شكون معايا؟ قال لي انا اللي كنسولفك. شوف الطريقة كيفاش كيهضر. يعني كيف قلنا هنا حي صناعي فيه شركات كبرى لبيع السيارات الفارهه، ولكن طاحوا مع مسؤولين مع واحد الشركه فاشله لكل شيء ساخط عليها. شوف شوف رجع اللور رجع اللور، راه طاحوا فيها شحال من واحد. رجع اللور، رجع بشويه بشويه. دابا الخسائر ديال السيارات علام. نادي 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 السيد غادي يعمر. بارطاجيوها فيكم كل من كيشاهد هذا المباشر يبارطاجي، لان الناس مضروره بشكل كبير. Beep, 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 beep.
أو السيارة أخرى وحلات، شوفوا معايا بارطاجيوها فيكم. سيارة أخرى وحلات هيا قبالتكم. سيمو شوفوا الناس اللي كيدوزوا، شوف 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 السيارة وقفت، الفوضى كينا، الفيضان. شركات عملاقة ديال السيارات كتوجد في هاد المنطقة ديال الحي الصناعي ديال اللي ساسفة. السيارات كيخسروا الناس يعني خسائر على من محسوبة، واش لاسيرونس غادي تعقل عليه؟ يعني يقولوا لي هذه ماشي قوة قاهرة، ولا غادي يتحمل المسؤولية ديالو؟ المسؤولين 8 سنين أو مدة طويلة في هذا الشارع ما صلحوش. ما هو الحل؟ الله أعلم. في ليه المحاسبة؟ الله أعلم. تاهي يعني السيد هو الخسارة ديالو، السيارة ديالو هي مشات ليه. بالك فهاد الروينه اللي كاينه انت بغيتي تبهدلنا وحق الله الناس صاحبي تما صافي كطلعوا من جهه اخرى باش نهبطوا الناس اللي خدامين. الله يصون علاش ما تصاوبش الطريقه هذه من النهار الاول وما طيحوش في هذه المشاكل والناس ما يدمروا؟ شوفوا تلك العمال البسطاء يعني ولاو حتى هما دايرين ايديهم وكيعاونوا. بارطاجيو عفاكم، بارطاجيو لان هذه راه شوها عالميه. ومدينه الدار البيضاء قالوا مدينه رقميه، مدينه البرد. عندك ارجع اللور، ارجع اللور. بلاسي بلاسي راه يولي ضربه. شوفوا يعني واحد فاعل خير يعني غادي يضحي بالسياره ديالو باش يدفع هاد السياره اللي واحله. ابشر ابشر تاب شويه. ملي كنقول الخطافه راه دايرين روينه هنايا.
فكنت من الناس من الزملاء ديال المواقع الاخرى، المواقع تما يجيو لهاد المنطقه ويسلطوا الضوء عليها باش يتلقى حل جذري لهاد الشارع الرئيسي، المدخل الرئيسي ديال مدينه الدار البيضاء من جهه القادمين من جهه ازمور الجديده والخيطه بوسكوره. فهذا هو المدخل والوجهه ديال مدينه الدار البيضاء. شوفوا الحاله ديالو، قلنا سنين وسنين بدون ايجاد حل. يلا السيارة الثالثة ولا الخامسة ربما لوهلات. شوفوا الحلول التلقيحية ديال الشركة سيئة الذكر اللي كيحاولوا انهم يجروا داك الملكين، ولكن واش هذا حل؟ علاش اسيدي ما تصوبوش القواد لحقهم وطريقهم؟ علاش الاصلاح ما كانش هذه 7 سنين 8 سنين؟ علاش كنخليو حتى الناس يلوا تكرفسوا ويمرضوا عاد كتنوضوا انكم باغي ديروا حلول ترقيع؟ علاش ما يكونش الاصلاح من الاول؟ شباب بالمنطقة بالمنطقة اشو عادين شوف تيفي الحاج اش بالك في الطريق؟ اش بالك في الطريق؟ اسمع ليا نتوما ديما بحال ما قلت الحال. بحقو راه حالنا راه كاع تكرفست علينا بلاقياش هاد الطريق، وراه حنايا خرجت لنا على البنوات. شحال من عام ويا الطريق بحال ما هو كاين الشهاده ديالك؟ ومن نهار عقلتي؟ عقلت وراه 30 عام ولا 40 عام والزياده هي بحال هكايا، راه باقي نساوها الطريق، كاع الطريق الجديده كلها نساوها. سير الله يسر الامور. الله يعاونك. انا قلت 7 سنين 8 سنين سيد، قلت 30 عام يعني من نهار عقلوا على ليسانس فا ويا لهاد الحال. إذن مشاهدي قناة شفتي غادي نوصلوا لنهاية هذا المباشر وغادي نرجعوا معكم من بعد 5 أو 10 دقائق إن شاء الله. كنتمنى كل واحد كيشاهد هذا المباشر أنه يبارطاجي على أكثر نطاق باش الناس يضغطوا على المسؤولين، لأن المسؤولين ما غاديش نفرحوا بهم أنهم يقوموا بالواجب ديالهم، لأنكم غاو يقوموا به يكون سنين وسنين ماشي خليو هاد الفضيحة. وكنقولوا بأن هاد الحي الصناعي فيه شركات كبرى لبيع السيارات، يعني كنقولوا سيارات فارهة يعني ثمن كبير، فعيب وعار أن يكون هادشي في مدينة الدار البيضاء.